السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة متى مجلس. معاكم سيف الكعبي، وراح نتكلم في هذه القناة عن العملات الرقمية والعالم الافتراضي والتكنولوجيا اللي أتاحت الفرصة لوجودها. هل تعلم أن في شهر نوفمبر الماضي في يخت افتراضي انباع بأكثر من 650 ألف دولار؟ وكذلك في رموز غير قابلة للاستبدال انباعت بملايين الدولارات. الكثير منا يتساءل شو هي العملات الرقمية وشو هو العالم الافتراضي اللي قررت فيسبوك انها تغير اسمها عشانه. راح نتكلم عن كل هذا واكثر في قناتنا، ولكن في البداية خلونا نفهم شو التكنولوجيا اللي اتاحت الفرصة لوجود مثل هذه المنتجات، الا وهي تكنولوجيا البلوكتشين اللي تأسست عام 1991 على يد علماء رياضيات كانوا يحاولون إيجاد حل لمشكلة التزوير، وما كان في استخدام لهذه التكنولوجيا حتى عام 2008 لما ظهر واحد باسم ساتوشي ناكاموتو في أحدى المنتديات وقال إنه أسس عملة يمكن استخدامها عن طريق شبكة بلوكتشين، وتعرف هذه العملة اليوم باسم البيتكوين. تعتبر تكنولوجيا البلوكتشين دفتر حسابات متسلسل. تقوم هذه التكنولوجيا على أساس وجود جميع العمليات السابقة في دفتر الحسابات المتسلسل هذا، ولا يمكن إضافة أي عملية جديدة إلا بعد التأكد من جميع العمليات السابقة وموافقة جميع الأطراف اللي موجودين على الشبكة. فإذا كان في شخص حاب يرسل مبلغ من حسابه لحساب شخص آخر، لازم تمر العملية على جميع اللي موجودين في الشبكة ويتم الموافقة عليها وإضافتها إلى سلسلة الحزم الموجودة. فبالتالي جميع الموجودين على الشبكة يعرفون كل المعاملات اللي تصير ولا يمكن تغش فيها. تزيل هذه التكنولوجيا الحاجة لأطراف ثالثة تأكد المعاملات، لأن جميع الموجودين على الشبكة يعرفون ويأكدون على جميع المعاملات في نفس الوقت. كذلك تتيح تكنولوجيا البلوكتشين فرصة لجميع الأطراف لمشاهدة جميع المعاملات على الشبكة بكل شفافية. هناك استخدامات عديدة لتكنولوجيا البلوكتشين خارج نطاق العملات الرقمية، تستخدم في السجلات العقارية والسجلات الطبية والعديد من الاستخدامات الأخرى. كانت هذه مقدمة عن التكنولوجيا اللي أتاحت الفرصة لوجود العملات الرقمية وكذلك العالم الافتراضي، ورح نتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة عن الموضوعين وشو المشاريع المختلفة اللي موجودة عنهم. فخلوكم معانا واضغطوا على اللايك والسبسكرايب عشان تشوفون لما تنزل الحلقات القادمة، وإن شاء الله راح نفهم هذا العالم مع بعض. واللي عنده أفكار للحلقات القادمة يضيف لنا إياها في الكومنت، وإن شاء الله راح نوافيكم فيها.